وعايزه يكسب والكلام الحمصي ده. وطبعا شيكابالا موجود، يبقى لازم نتكلم على قصه مفاوضاتك مع الاهلي، اللي كانت ايام ما كنت راجع من بوك مليونان والحته دي. ولازم ندي رسائل خاصه لرئيس النادي الفعلي استاذ ممدوح عباس. وفي الاخر سبحان الله يقول لك ان انا ما كنتش مطبل لرئيس النادي السابق علشان خاطر يزود لي عقدي. يا كابتن شيكا، انت مش محتاج تطبل لرئيس نادي عشان يزود لك عقدك، انت كده كده موجود علشان خاطر الجمهور عايزك. اما بقى قصه ازمه منتخب مصر دي وكلامه على منتخب مصر، فده فضايح بصراحه، جيت للحق دي فضايح. لان انت مثلا لما تشوف لاعبين الكوكب كلهم بيحلموا ان هم ينضموا لمنتخبهم. يعني مثلا عندك لوكا مودريتش بيقول لك ان انا مش هعتزل غير لما العب مع المنتخب الكرواتي. لوكا مودريتش عايز يلعب اليورو عادي، وكريستيانو هيلعب اليورو عادي، وميسي نفسه يلعب كاس العالم اللي جاي وهيلعب كوبا امريكا عادي. ايه اللي يا كابتن شيكابالا؟ انا مش عايز انضم مع منتخب، ما انت كلام فاضي. منتخب مصر ايه بس؟ مش حابب اروح، بحس ان انا غريب لما بروح المنتخب، والناس اللي كانت موجوده بتحسسني بكده. كنت بروح منتخب مصر وانا في افضل مستوايا ومش بلعب. ممكن اقول حاجات كوارث حصلت في منتخب مصر خلال معسكرات، بس ما اقدرش عشان انا اتربيت ان اللي بيحصل ما اقدرش اقوله. فلو في اي حاجه كانت تدين الناس اللي انت بتتكلم عليها دي كنت هتتكلم فيها. هي القصه كابتن شيكا للاسف ان انت حاسس ان انت مظلوم، لكنك لاعب فشلت فشل ذريع مع المنتخب. يعني انت لاعب فشلت فشل ذريع مع المنتخب. شيكابالا للي ما حضرش الفتره بتاع كابتن حسن شحاته كان بيتقال عليه ان هو بذرة ما ينفعش ان تكون موجوده مع منتخب مصر. بجد؟ يا صاحبي، عشان خاطر توازن منتخب مصر والتوازن والحاله اللي كان عاملها كابتن حسن شحاته، شيكابالا ما كانش ينفع ان هو يكون فيها. طب ما بعد حسن شحاته؟ لا، ما بعد كابتن حسن شحاته برضه شيكابالا ما كانش يستحق ان هو يروح المنتخب. فشيكابالا لاعب دايما عايش على تزييف الواقع بالنسبه للجمهور اللي ما اتفرجش. بجد شيكابالا عايش على تزييف الواقع بالنسبه للجمهور اللي ما حضرش. انت ما حضرتش فتره كابتن حسن شحاته، اسمع كلام كابتن شيكابالا، اسمع الكلام على المظلوميه، اسمع كلام على ان انا كنت في افضل فورمه ليا بس ما كانوش بياخدوني منتخب مصر عشان هم وحشين، هم وحشه، هم نوتي، ما كانوش بيحبوني. اما قصه يعني ان هو يتكلم في قصه خلاف حسين الشحات والشيبي، فدي بصراحه غريبه، دي بصراحه غريبه. مش عارف انا من امتى جو العمد ومن امتى جو شيخ الجبيله ده وكابتن شيكابالا يلا عاملوه معامله سيرجيو راموس شيخ الجبيله.